بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: إذا كان الإنسان عنده قسوة في قلبه، فأي الأمور التي تلين من قسوة القلب؟ لا أحسن ولا أو 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 ولا ألزم من القرآن الكريم، هو الذي يلين القلوب. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذي يلين القلوب هو القرآن، الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكذلك مجالسة الصالحين والاستماع للقرآن والاستماع للوعظ والتذكير، هذا مما يلين القلوب. نعم.